اكيد انا بدي اشكرك جو، بدي اشكرك واشكر ضيفك ميشيل نوفل على هذه الاستضافه. هيدي حال الدنيا مشاهدينا، ناس بتطلق وناس تتجوز. اكيد نحن وياكم رح نكون بفقرات مميزه ضمن فقرات صباح لبنان، ولكن هلا رح انتقل انا وياكم لفقره خاصه وسيجمنت بيوتي، وضيفي رح يكون طلال طبارة. يا هلا فيك. يعني الجمال هو اساس الامرأة، بدها تتزين، بدها تكون امرأة مميزة، بده يكون شعرها تاج راسها مثل ما بيقولوا، ونفس الشيء كمان الرجل، يعني الرجل كمان بده يهتم بحاله بهيدي الناحية. بداية بدي رحب فيك هلا، وبدي اسألك هيك خاصة انه النساء هن الحيز الأكبر بتنشيطاتك، فخبرني آخر تنشيطة كانت اشتغلت عليها كانت بالويدنج فوليز، واشتغلت تحديدا على الكيرف هوليك أو الكيرفيك هوليك. اوكي، فخبرني مظبوط شو هو هالنوع من التسريحات هيدي؟ كان في 12 تسريحه، وليش حتى اخترت هيدا العنوان؟ نحن كل سنه بنعمل كوليكسيون، بنحضر كوليكسيون جديده. هيدي السنه اطلقنا عليها اسم كيرفا هوليك لانه مستوحي من كل شيء تموجات، وحبينا نطلع عن المالوف ونعمل نطلع بشيء جديد، وخطوط هيك دخلناها بالشعر بخطوط بنحسها كلها مموجه، حسيناها انه هيك شيء جديد وشيء اوريجينال. حبينا نفرجي الابداع والفن اللي ممكن يقدمه طلال طبارة. هلا بعد شوي حنشوف الصور والكوليكسيون كلياتها. نحن كل سنه بنشارك بالمعرض بالبيال، وبنطلب. نحن هلا عم نشوف الصور نحن وياك على الهواء، هيك خبرنا شوي تفاصيل شو عم نشوف هلا. هوني تسريحه على جنب واحد زينتها الوردي لانه نحن تميزنا بالوردي، فلكن في خليط بين الوردي والكيرز والتموجات. حبينا يكونوا الصور نطلعهم بهذه الصوره الاشكال الجديده. هون بنشوف كمان التسريحه على جنب، بنشوف الغره كمان فيها كيرز، فيها تموجات، فيها تموجات. هيدي الموضه يعني هلا هيك دارج؟ صح، هي هيك الدارج، فلكن اذا ملاحظ انه في شغل شوي بالشعر بهون، لانه هيدي يعني عم فرجي الفن تبع طلال طبارة. قد الانسان كان يعني ممكن يكون فنان ومبدع، بس فلكن طلال طبارة قد السيده بدها تكون هون جريئه تتقبل هيك نوع تسريحه. في اشخاص في اشخاص بيكونوا جريئين، وفي اشخاص بيحبوا السامبل والاشياء البسيطه والناعمه. كمان طلال طبارة قادر يعمل الاشياء السامبل للعروس يطلعها ببس. هون شايفين شنيو كثير هيك ناعم سامبل، هون لاحظي انه شنيو بسيط، ما في كثير يعني شغل للعروس اللي بتحب تكون سام، وكوليكسيون كثير كبيره. هذا دليل واضح. حبينا نفرج الابداع تاعونا. كمان في عنا صور كمان على الانستغرام وعلى على صفحه الفيسبوك، كمان فيهم المشاهدين اذا بحبوا يشوفوا كمان يطلعوا على الصبايا والسيدات النشاطين. هون عم نشوف مثل جدوله ولا كيف؟ جدوله، بس حبينا نكسر الجدوله بالكيرفز، دخلنا الكيرفز معها. اكيد في اكستنشنز داخلين بالشعر، مش أكيد بالشعر. هلا موضه العصر موضه الاكستنشن. اوكي، في عنا كمان كذا نوع اكستنشن للغره الخفيفه، كمان في عنا حل، ما بقى يخافوا السيدات انه عندهم مشكله اذا شعرهم خفيف او اذا كان عندهم مشكله معينه، ما بقى في مشاكل بوجود الاكستنشن. كمان في الاكستنشن ليزر كثير عم بيساعدنا، وكثير عم بيطلع بطريقه ناتورال ويحل لنا كثير معظم المشاكل. طيب انا هون بدي اسالك، قد ايه العروس ممكن تتقبل انه الشعر يكون مرفوع شينيو، ولا بتمشي مع كل عروس شو ذوقها؟ يعني حتى اذا كان الشعر مفلوت وناتورال ممكن كمان تسرحها بهذه الطريقه، ولا بتنصحها؟ بدي اول شيء بدي اشوف اتناقش مع العروس العرس ايمتى، اي وقت، بالصيف، لا بالربيع، لا جوا، لا برا. دائما بدي اخذ بعين الاعتبار كمان يعني الطقس كيف بده يكون، اذا بده يكون برا رطوبه ما فيني اترك شعرها مفروض، بدي انصحها انه ما تفرط شعراتها لانه عرطوبه بيرجع بيقشط شعرها. اكيد بنستعنى باكستنشن لنساعدها لنعمل تسريحه مميزه، بس بنفس الوقت بدنا نشوف انه نهار عرسها، يعني ما فيني اعمل تسريحه يكون على البحر شعرها مفروض بيوقع، علي انصحها واتناقش انا وياها وشوف الفستان وشوف الاكسسوار اللي بدها تحطه براسها لننسق سوا لنطلعها بصوره مميزه. يعني دائما بتنصحها حسب وين الامبلاسمون او وين المكان اللي بتعمل فيه العرس، بتنصحها شو طبعا تعمل. بما انه عم نحكي عن البحر وعن موسم الصيف، يا ريت هيك بتنصح، شو بتنصح السيدات بطريقه تحافظوا فيها على شعر سليم ويحافظوا على شعرهم من الرطوبه، خاصه بينزلوا بيسين وكلور،
شو بتنصحهم؟ اكيد انا بنصح السيدات والصبايا انه دائما صار في شيء اسمه بروتكشن للشعر، لازم نستعمله ضروري، يعني ما تستهون السيده او الصبيه انه لا انا نازله على كلور وميه بحر وهيك، اكيد يعني تخيلي انت الميو اذا نزلت على مره واحده شوفي شو بيصير بلون الميو، بتلاقي لون الميو تغير، فكيف شعرها؟ اول شيء بدنا نحافظ على لون شعرها، لازم نستعمل له بروتكشن، ونحافظ كمان على صحه شعرها، لازم نستعمل لها بروتكشن، كل ما تنزل على الكلور لازم ترش حمايه على شعراتها وتستعمل الشامبوان تبعه للبحر والماسكات كلهم اللي بيحموا شعراتها. بتستعمل الكريم تبع حمايه الشعر او السبراي او السبراي بترشهم قبل ما تنزل على الجسم؟ اكيد قبل ما تنزل. قد ايه فتره؟ قبل ما تنزل على المي لازم ترش ليعمل غلاف على شعراتها ويحمي لها شعراتها. وكل ما تنزل على البسين وتطلع بدها ترش شوي لتضلها تحافظ على يدل برودوي مغلف لشعراتها ليحافظ لها على شعراتها. في نوع معين لازم تستعمله؟ في عدة أنواع، بدنا نشوف شو نوعية شعرها لنمسحها بالبرودوي اللي لازم يستعمل له. وإذا كان شعرها مصبوغ أو مستعملة عليه يعني نوع من الألوان اللي هي للشعر بدها تستعمل كمان شامبوان خاص للكولور لكل شيء بيتعلق بالنوع، وحتى السبراي تبع حماية الشعر بتكون كمان غير. واذا كان ناتورال كمان في عنا نستعمل برودوي للشعر الناتورال، واذا للمصبوغ كمان للمصبوغ، لانه بالاخص للمصبوغ لانه الكلور كثير ماده مؤذيه عرفتي، وبتفتح الشعر وبتخليه يجرد الشعر، فلازم تستعمل البروتكشن بالاخص للصبيه او السيده اللي بتحب تنزل على البحر وتحافظ على لون شعرها. ضروري ضروري انا بنصح انه تستعمل حمايه قبل ما تنزل على الماء، وتستعمل الشامبوان تبعه اللي بيشيل الكلور من الشعر كمان، لانه بدل في رواسب الا ما يضل في رواسب الكلور وبيصير في تفاعل من بعد ما تطلع من البحر لنوقف التفاعل تبع يعني. الله يعين السيدات، يعني اذا بده يسمع نصائح كل الوقت لا ما بيخلصوا. طيب واذا بدها سيده تحافظ على شعرها يكون سليم وتحافظ على طوله ما يقصف، شو بتنصحها بها؟ بنصحها بالعلاجات، في عده انواع علاجات، في عندنا الانفراروج للاشعه الحمراء، في عندنا الفابور اللي بقلبه الترا ساوند، الذبذبات اللي بيدخلوا على قلب الشعره وبيخلقوا رطوبه بقلبها وبيحافظوا عليها وبيلحموا اطراف الشعره المسكره، بتعرفي هلا بيلحموها نهائيا؟ بيلحموها مع الاستمراريه، يعني ما فينا نعمل جلسه وحده ونقول خلص شعرنا تسكر اطرافه يعني مثل كير. اكيد بدنا عده علاجات، وبالاخص انه هلا صار في عده الوان، يعني بنشوف الالوان كلياتهم في شيء اسمه 3 دي بالالوان، عم نشوف في تموجات بالالوان، يعني بنشوف الالوان صار في بنشوف الشعر مصبوغ بس كل ما بتحرك شعره حتى في ديجراديشن في ديجرادي بالالوان بس، فلكن طريقه ال 3 دي بندخل اضاءات بالشعر، يعني بتحسي كيف شو قصدك بال 3 دي؟ يعني بنشوف كذا لون كذا لون بالشعر بس مش محدد، كله معمول بطريقه استومباج ببعضها، بنحس تداخل الالوان ببعضها بطريقه كثير يعني فاتي ببعضها بطريقه كثير ممزوجه ببعضها، وكل ما بتعمل برشنج بتحس شعرها عم بيطلع عندها لون، يعني اذا عملت الغره على الشمال حيطلع لون، على اليمين حيطلع لون، عم ينخلق الوان جديده بشعراتها. اوكي هون عم نشوف الفيديو كمان اللي حضرناه، هذا اللي اطلقناه بالويدنج فوليكس اللي كل سنه بنعمله، هيدي اخر موضه. هي اخر موضه عن شو عم نحكي هون؟ عن الشعر عن الشعر المموج المموج، صح. هون اخذنا بالمعرض، عملنا معرض الكوربا هوليك، المعرض اللي عملناه بالبيال، ف اذا ملاحظه حسيت تموجات، حتى ملاحظ في عده الوان بقلب الشعر يعني داخله ببعضها، بس كلهم في تضويات بالشعر هون ما كثير فتحنا ببعض الصبايا، وعملنا هيك مثل شو صغير على الستاند تعولنا، ونحن كل سنه يعني بنعمل فيديو صغير، هيدا الشو عملناه بالبيال. بس عم لاحظ دائما التسريحات عم بتكون قويه صارخه قويه، لانه نحن هون عم نفرجي قديش الكوافير لازم يكون فنان وخلاق. هل احنا ما عندنا شك انه فنك عم بتجرب تبدع فيه على شعر الاف النساء طلال طبارة، خاصه بالسالون عندك يعني، وكل اللي بيعرفوك بيعرفوا شغلك قد ايه هو متقن يعني. ايه بده شغل، بده يعني هيدا الفن، بدنا نقعد نحن يعني انا ما بدي اشتغل هال بدي احضر كوليكسيون، بجتمع انا وفريق عملي، فريق عملي كثير كبير، وانا وسعيد حرير الارت دايركتور تبع الصالون اللي بيستلم كمان كل التفاصيل، وانا وشبابي يعني ما تتخيلي قد بياخد جهد، وكلياتنا بنتناقش مع بعض لنقدر نخلق موضه جديده، وعملنا شيء حلو بتصور وشفنا مثل ما شفنا على الشاشه.
طيب اذا هيك تسريحه مثلا مثل ما عم نشوف، قد ايه بدها العروس تكون عندك؟ من اي ساعه بدها توجه على الصالون حتى تخلص وتظهر راضيه؟ بدها تعطيني العروس وقتها، بدها تعطيني العروس وقتها دائما. وهلا كمان صارت العرايس كله عم بيعمل فيديو، يعني قبل نهار عرسها بتجي مثلا بيصوروا نهار كامل، التحضيرات كيف عم بتكون، كيف كانت، راحت شو لبست، راحت عند الفاشن ديزاينر شو حضر لها، كيف نقت ثيابها، كيف عملت الميك اب، شو التحضيرات. يعني قد ايه تقريبا المده تبع الوقت حتى تعمل هيك تسريحه؟ قبل تقريبا المفروض العروس تحجز قبل تقريبا شي 3 أشهر او 4 أشهر ليكون الدات تبعها مزبوط وتختار الوقت اللي هي بناسبها، لانه بتعرفي مواعيد الصيف بيكون كتير طبيعي. بس عندك بالصالون بدها تقريبا نص ساعة، ساعة ونص شغل معي. ايه بدها شغل معي تقريبا بالساعة، ساعة ونص. واذا الفستان مثلا كان شوي هيك كوكات او في ورد او مشغول عليه بطريقة سبيسيال، تسريحة الشعر بتختلف؟ شوفي انا دايما بدي اشوف الفستان واقدر كمان اقدر نسق بين التسريحه وبين الفستان، يعني اذا لنقول في بقلبه مثلا كثير ورود او مثلا على ميل واحد ورود، انا ما بجي بعمل ورود بالشعر لانه هلا ما حلو يكون ورود على الفستان مثلا وردي على الشعر او بابيوني على الفستان بابيوني على الشعر. انا ما بحب اكسر التسريحه بطريقه تطلع حلوه واوريجينال. انت مع انه ينضاف اكسسوارات على الشعر ولا بتفضل يكون الشعر هيك سامبل؟ هلا مش موضه اكسسوارات، ما في موضه اكسسوارات. يعني طلعنا من قصه التاج والورده والبراش وهالقصص، يعني طلعنا راحت موضتهم كل شيء بيبرق بس. فلكن التاج ما بعده لهلا في عرايس بحبوه وفي بيلبق لهم، يعني انا اذا لقيت التسريحه بتلبق لانه ينحط لها تاج اكيد بدي احط تاج، بس اكسسوارات صغيره بروش وهالقصص ما بقى، هولي راحت موضتهم خلاص. سامبل الشعر ما في اكسسوار، ما في بقى اي شيء، فدائما تركيز على الشعر على التسريحه اكثر. صار بينشغل اكثر على الطريقه وكيف نفوت الشعر بقلب بعضه بطريقه حلوه. صح. طلال طباره، مين السيدات اللي بتوجهوا لعندك؟ من اي فئه من الاعمار؟ كل السيدات ولا كيف؟ شوفي انا يعني أكترية السيدات، ما فيني أقول فئة معينة، بس السيدة اللي أكتر اللي أنا بحسها أكتر نسبة سيدة عندي بالصالون هي السيدة اللي بتحب الأشياء الأوريجينال، بتحب الأشياء المميزة غير التقليدية. يعني حتى تخيلي السيدة اللي بتجي تعمل عندي براشنج عادي بده يكون البراشنج ستايلش، ما بده يكون البراشنج إنه هيك عادي تنفيش وهيك، بدها تحس حالها شعرها عم يرقص على كتافها، في تغسيل حلو، في لمعة شعر، في نظافة بالشغل بالبراشنج. هيدا اللي بيهمون السيدات حتى إذا كانوا كبار بالعمر بيحبوا هيدا الشيء، وحتى كمان الصبايا بيجوا عندي بيحبوا الاشياء الاوريجينال، ممكن يعملوا ليس، ندخلهم كيرس بالشعرات، ممكن ندخلهم شيء على جنب، ممكن نعمل بابيوني على جنب، ورده، شغله صغيره، بس في لمسه طلال طباره بالموضوع حتى لو كانت سامبل. كان لازم اليوم ما تفل هيك من عندنا، كان لازم تكون لمستك على شعري، لاني الصبيه الوحيده اليوم بصباح لبنان. بس بدي اسالك هيك، في تأييد من الكل بالكنترول روم عم بيسالوا، بما انه سالتك قبل عن الامبري ديجا بالشعر، بعده موضه؟ بعده موضه، بس فلكن 3 ألوان عم ندخل مع بعض. صار في لونين زياده، يعني صار في لونين زياده كنا الاطراف، فهلا صار في لونين زياده انضافوا على الامبري، لانه عطوه دائما لما تنزل الموضه بتتجدد لوحدها، بصير اشياء جديده تنزل عليها ونضيفة. فالالوان 3 بس التكنيك تبعهم له تكنيك معين، لانه لازم يطلعوا كلهم ممزوجين ببعضهم، لانه كثير ثقيل تشوفي اشياء محدده. صح. ابدا ما دارج اشياء محدده وابدا مش دارج اشياء بنحسها فيها تخصيل، يعني حسها خصلي واضحه ابدا هيدا الشيء. حتى الهايلايت موضه؟ حتى الهايلايت بينعمل بطريقه ال 3D، بينعمل استومبي، ما بنحسها من راسينا طالعه، بنحسها جاي من الشعر وطولاني. اوكي، نصيحة أخيرة لكل السيدات والصبايا اللي بتابعونا وعم بيتابعوا تحديدا طلال طبارة، شو بتقلن؟ أنا بنصحهم هلا نحن بموسم صيف، يهتموا جدا بصحة شعرهم وما يستهونوا بالموضوع، لازم يستعملوا كريمات حماية لأنه مشان يحافظهم على صحة شعرهم وعلى لون شعرهم. شكرا لك، يا هلا فيك. نحن انبسطنا بكل النصائح اللي اعطيتنا اياها، واكيد انت فنان بشغلك، يعطيك الف عافيه. ميرسي لكم، يا هلا. شكرا. مشاهدينا لهون بكون انا زعلانه لليوم، اكيد برجع بلتقي فيكم كل زملائي وبيلتقوا فيكم بكره اذا الله راد. انا برجع بتجدد موعدي معكم الاسبوع القادم، من هلا لوقتها الف تحيه وبوسه كثير كبيره مني لكم، باي.